السلام عليكم ناس الخير، خوتي خواتاتي، أهلا بكم أنتم على قناة جليلة بلا فيتا الحياة بفرنسا. نتمنى أنكم تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة وتكونوا تستافدوا معايا كيف كنقول لكم دائما. تحية لكم من ما كنتوا كتابعونا. الفيديو ديال اليوم غادي يكونوا فيه أخبار اللي كيهمكم أنتما اللي ساكنين هنا بفرنسا. هنا كاين مجموعة ديال الأخبار، غادي نبدأ معكم. أولا، كاين هنالك تغييرات جديدة اللي تم الإعلان عنها، وكاين كذلك التغييرات اللي غادي تكون يتم الإعلان عنها غدا 25 نوفمبر 2021 من طرف الحكومة بطبيعة الحال، من بعد ما غادي يعقدوا غدا المجلس الدفاع الصحي باش غادي يقولوا لنا بالنسبة لهذه الموجة الخامسة بطبيعة الحال اشنو هي الإجراءات المتخذة وشنو هي التغييرات. لكن التغييرات اللي تم الإعلان عنها حاليا جيت باش انني نديرها لكم في هذه النشرة الإخبارية المسائية. نبدأ معكم لا فيديو. من بين التغييرات على انه لو بي سي ار اللي كان 72 ساعة صالح لفترة 72 ساعة حاليا رجعوه ل 24 ساعه. غادي تقولوا لي بمعنى، يعني هذاك لو بي سي ار مثلا اللي كنتو انكم كتبغيو تمشيو به مثلكم تدخلوا به للمستشفى مثلا، كدير ام بي سي ار، يعني هادو بالنسبه للناس اللي ما واخدينش التلقيح، ام بي سي ار وتمشي للمستشفى، وهذاك البي سي ار اللي داروا 72 ساعه يعني صالح لك لمده تقريبا 3 ايام. دابا حاليا اذا بغيتوا تمشيو للاماكن اللي مطلوب فيها الجواز الصحي، ملي نقول الجواز الصحي سواء داير التلقيح ولا عندك لو بي سي ار بطبيعه الحال، خاص يكون 24 ساعه. هذا التغيير الاول. التغيير الثاني انه الماسك سوف يصبح اجباري على برا في الزنقه في الاماكن الممتلئه. نحل القوس، مثال اذا كان مثلا الاماكن ديال المارشي ولا المارشي دنوال، المهم الاماكن اللي كتكون مزدحمه غادي يكون الماسك اجباري. بطبيعه الحال هنايا مادام انه الماسك غادي يرجع اجباري في الزنقه، بشويه بشويه غادي يرجع في جميع الاماكن. وبطبيعه الحال نظن انكم كلكم فاش كتاخذوا وسائل النقل بطبيعه الحال انكم كديروا الماسك بطبيعه الحال. في الزنقه حاليا كنحيدوه، ولكن في الاماكن المملوءه ولا في لي مارشي اجباري الماسك. كذلك من بين التغييرات على أنه بالنسبة للجرعة الثالثة سوف تكون إجبارية وقريبا بالتدريج للجميع، يعني الناس اللي واخدين الجرعة الأولى والثانية الثالثة غادي تكون يعني إجبارية وبالتدريج وقريبا وللجميع. حاجة أخرى من بين التغييرات على أنه الجرعة الثالثة بطبيعة الحال كان يقول لك ياخذوها الأشخاص من بعد ما تفوت 6 شهور على 6 شهور على الجرعة الثانية، دابا قال لك غير 5 شهور على الجرعة الثانية وخاص الشخص أنه يدير الجرعة الثالثة. هنا فقط واحد توضيح صغير بالنسبة للجرعة الثالثة، الاشخاص اللي خداو الجرعه الاولى والجرعه الثانيه دابا كيقولوا لهم اذا ما خديتوش الجرعه الثالثه هذاك التلقيح اللي خديتوه بحال اللي ما كاين والو، ما كيتحسبش لهم. يعني اذا كانوا بغاو انهم مثلا يمشيو بعض الاماكن ولا بغاو يسافروا ولا غادي، الحكومه الفرنسيه كتلغي لهم هذاك الجرعه الاولى والجرعه الثانيه، تبقى لابد اجباري يعني هذه الجرعه الثالثه. هادشي اللي كنقول لكم على حسب الخطه ديال الحكومه الفرنسيه. اش نخر في التغييرات بالنسبة كذلك على انه غدا غادي يعقد المجلس الدفاع، وغادي الحكومة الفرنسية بطبيعة الحال غادي يخرجوا نال باجراءات. بغيت نقول لكم فقط من بين الاجراءات على انه منظمة الصحة الاوروبية راح غادي تعطي جواب غدا بالنسبة للاطفال، غادي يشوفوا باش هما غادي يديروا باغيينهم انهم خاصهم يديروا التلقيح. كنقول لكم ساكنين نمشي للمراهقين للاطفال، يعني سواء من 5 سنين 6 سنين حتى ل10 سنين باغين على انهم باش يديروا ليهم التلقيح. وغدا راه غادي انونسيو باش يقولوا منظمه الصحه الاوروبيه باغيه تشوف واش انها دير لهم النوع ديال التلقيح اللي هو بفايزر. كذلك اللي بغيت انكم خاصكم تعرفوا على انه فرنسا فيها 65 مليون نسمه. فهاد 65 مليون نسمه تقريبا النصف نتاع فرنسا، ماشي النصف، راه اكثر من النصف نتاع فرنسا خدات التلقيح، ومع ذلك رجعت الموجه الخامسه يعني بواحد الشده وبواحد السرعه. تخيلوا على انه اكثر من 30 ألف شخص اللي تصاب البارح،
اكثر من 30,000، يعني راه في 24 ساعه اكثر من 30,000، يعني راه هي واحد الحاجه اللي هي يعني بحنقولوا هي مش مهم خطيره واعره حاجه محيره، مع العلم انه النصف، ماشي النصف، قلت لكم اكثر من النصف نتاع السكان تاع فرنسا واخدين التلقيح. قال لك حتى بالنسبه للسيونتيفيك، بالنسبه لوزير الصحه الفرنسي، يعني بالنسبه للناس اللي مختصين في هذا المجال، ما قدروش يعطيو لنا التفسير علاش، مع انهم الناس واخده لي دوز، ولكن لا كونتاميناسيون، الانتشار ديال الوباء كاين بسرعه. بالنسبه كذلك لهذا الامر هذا، قال لك على انه بالنسبه للوليدات الصغار مساكين هما اللي تقريبا كيتقاسوا به وكيقيسوا به الاخرين، وهذا الشيء دائما على حسب التصريحات نتاع الحكومه الفرنسيه. اكثر من 6,000 قسم تم اغلاقه، لانه تم يعني يعني اكتشاف انه كاين حالات نتاع هذا الوباء. طبيعة الحال هنايا بالنسبة لهذا الأمر ولهاد التغييرات، باش غادي تعرفوا واحد جوج ثلاثة أربعة، هاد الشيء اللي قلتهم لكم درك واللي غادي يكون غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله مساء بطبيعة الحال، من بعد ما نرجع بالخدمة مساء إن شاء الله، ندير لكم فيديو ونقول لكم بالتفصيل وشنو هي الإجراءات الجديدة بالنسبة للتغييرات اللي غادي تقولها الحكومة الفرنسية. هنا غادي ننتقل معكم للخبر الثاني. بالنسبة للخبر الثاني واللي تكلم عليه وزير الداخلية جيرال دارمانا، أشنو قال؟ قال بالنسبة للأمهات اللي كيكونوا معنفات وكيكونوا بدون أوراق، أنه أعطى واحد، نقوله أعطى واحد الأمر عفوا، أعطى واحد الأمر للمحافظات، حنا كنقولوا البريفي ولا العامل ولا المحافظ، على أنه خاص الأمهات اللي كيكونوا في هذه الوضعية هذه، وخا خصكم تسويو لهم الوضعية ديالهم نتاع من ناحية الأوراق بطبيعة الحال، وخاص هؤلاء يعني الأزواج ديالهم بطبيعة الحال اللي داروا هذا الشيء، خاص على أنهم هما يرجعوهم للبلاد. هذا الشيء اللي بغيت أنني نقول لكم بالنسبة أشنو قال الوزير جيرالد دارمانا بخصوص تسوية الأوراق ديال الأمهات اللي كيكونوا معنفات بخصوص هذا الأمر هذا. نظن أنني جبت لكم المهم خبيرات اللي هما يهمكم أنتم ساكنين في فرنسا، وبطبيعة الحال بشيء يعني مختصر، غدا إن شاء الله غادي يكون لي ديتاي ديال هاد التغييرات هذه بالنسبة لنا حنايا هنا في فرنسا. ونقول لكم شكرا لكم على المتابعة، نشوفكم إن شاء الله غدا فيديو وإن شاء الله مع تفصيلات أكثر.